اليميني المتطرف النرويجي أندريس بريفيك الذي ارتكب مذبحة الحي الحكومي وجزيرة أوتويا في 22 من تموز يوليو الماضي مخلفا 77 قتيلا مثل اليوم أمام القضاء في محكمة أوسلو. المحاكمة التي بدأت اليوم ستستمر لعشرة أسابيع تقريبا، وسيخصص اليوم الأول منها لتلاوة محضر الاتهام والملاحظات الأولية للادعاء الذي يلاحق بريفيك لارتكابه أعمال إرهابية. وخلال هذه المحاكمة ستتاح للمتهم 5 أيام ليتحدث عن دوافع ارتكابه لجريمته. والسؤال الأكبر في هذه المحاكمة يتعلق بمسؤولية بريفيك الجنائية بعدما أكد تقرير طبي أولي أنه مريض نفسيا، في حين أكد تقرير لاحق سلامته العقلية. وسيعود للقضاة الخمسة في محكمة أوسلو البتة في هذه المسألة عند حكمهم الذي يفترض أن يصدر في تموز يوليو المقبل. بريفيك كان اعترف بأفعاله، لكنه قال إنها جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس ضد من أسمهم خونة للوطن لأنهم تخلوا عن المجتمع النرويجي.